هلو هلو، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. والفيديو اليوم راح يكون عن 5 أشياء اشتريتها من امازون. لو حبيت تشوفوا كل شيء خلينا نبلش، بس بليز قبل حبايبي هالفترة مصورة فيديوهات كتيرة عشان يوصلكم اشعارات قناتي، بليز اضغطوا على الجرس هنا. يلا نبلش. كتير متحمسة لانها صراحة اشياء عمري ما سويتها من قبل، يعني دائما اسوي لكم مكياج او انبوكسينج، فهالمرة كتير كتير مبسوطة انه راح اسوي هالنوعية من الفيديوهات. ولو حبيتوا هالنوعية من الفيديوهات وحابيني اسوي لكم الجزء الثاني فبليز اكتبوا لي كومنت تحت. المهم على فكرة حطيت الهيد باند، حسيتوا انه كيوت مع الاوتفيت، ايش رايكم؟ alright اول شيء هو هذا، زي ما انتم شايفين هو اورجنايزر، ممكن تحطوا فيه اشياء تانية بس هو للارواج. تقريبا راح يشيل لي 24 ليبستيك، شكله كتير حلو، ولما احط فيه ارواجي وخاصه اذا كانوا من براند واحده راح يطلع كتير كيوت، وكمان كل شيء مرتب فممكن تحطي ليبستيك. انا مشكلتي في الاشياء ومشكلتي لما ارتب اغراضي اليومين، اللي يعني اول يومين بيكون كل شيء مرتب ومنظم وبعدين كل شيء بتلخبط. ليش؟ لانه ما ارد الاشياء لمكانها. اللي عنده نفس المشكله يكتب لي كومنت تحت. anyway صراحه كثير حبيت او يا يا اتس جاست لايك سيمبل. على فكره كمان راح اوريكم لما احط كل ليبستيك هنا راح يطلع كتير حلو. جبت واحد من هدول بس في عندي فيرجن اخرى اللي هي اصغر، يعني حجمها اصغر، هي اتس اوكي بس افضل انه حجمها يكون كبير. ولاني حبيته كتير فممكن اجيب 3 منها او 4 أو 5 ما بعرف. المهم anyway راح نشوف. الله اوكي خربت الدنيا. هنا كله مكياج 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 مكياج. الحمد لله ما انكسرت. alright هذا هو زي ما انتم شايفين هو المنتج الثاني، قبل شوي كنت راح اكسره. anyway so هذا هو، شوفوا بتدور على فكره ترارارا. سو مثلا عن جد هي عملية كتير. تقدرين كمان تحطين مثلا في كل سكشن تحطين فيها فاونديشنز، او سكشن تاني تحطين فيها بس الكونسيلرز او كريمات للبشرة، او تقدرين تحطين فيها سكشن للبرونزرز او الليبستيكس هنا او اشياء. المهم اشياء كتير حلوة، والحلو فيها انك لما تحطين فيها منتجات يعني شكلها حلو فكمان بتعطي منظر كتير حلو ومرتب. انا I love it عن جد، واتوقع راح تكونوا شفتوها لاني حطيتها بفيديو من فيديوهاتي اللي صورت قبل. المهم لو ما شفتوا شكلها راح احط لكم رابط الفيديو بصندوق الوصف تحت عشان تشوفوه لما كنت ارتب كل هذه الاشياء. اني واذا احط لكم كمان مقطع اوكي ميبي راح احط لكم كمان مقطع هنا. I love it كتير حلوة، وكمان الحلو فيهم انه اسعارهم جدا رخيصة، اسعار مناسبة. لو كنتم مهتمين بهذه الاشياء راح احط لكم رابط امازون بصندوق الوصف تحت تروحوا تشوفوه. الحلو فيها كمان انك تقدرين تبنيها على حسب رغبتك. شوفوا مثلا هالقطعة تشيليها زي كده وتقدرين تحطيها يا هنا زي ما انتم شايفين، او هنا على حسب رغبتك وعلى حسب طول منتجاتك وهذه الاشياء. I love it. والمنتج الثالث هم هدول، شوفوا راح اوريكم بس هنا من الباكج عشان تعرفوا. anyways هذا هو المنتج. I love it كثير حلو، ممكن تحطوهم بالحمام، ممكن تحطوهم بغرفة النوم، تقدرون تحطون فيه القطن مثلا. هذا قطن بس هذا كمان كثير عملي، ممكن كمان حتى تحطون فيهم اقلام، يعني مش بس القطن او اشياء زي كذا. شوفوا دائما انا القطن دائما حاطاه هنا دائما. كتير حلو، كمان الحلو فيه اجان انه كتير شيك. شوفوا حتى الكواليتي، هو عبارة عن بلاستيك، اتوقع بلاستيك بس البلاستيك اللي مبين كأنه زجاج. عن جد I love it كتير حلو، قولوا لي انتوا ايش رأيكم. لو عارفين منتجات تانية حابيني اجربها اكتبوا لي كومنت تحت. هذا راح احطه بالحمام وراح اوريكم شكله كيف طلع. رابع منتج guys ترى، لما تشوفون شيء زي كذا راح تقولوا what is this what is this ما هذا anyways هذا كثير عملي كثير عملي. حقول لكم ليش جبت منه بس 4،
شوفوا هدول عبارة عن ديفايدر. خلينا نقول مثلا عندك درج فيه ملابس كثيرة، فيه مثلا تي شيرتس، فيه تنانير، فيه سراويل، وحابة انك مثلا تخلي مكان للتيشيرتات ومكان للتنانير ومكان لشيء معين. anyways فهذا كديفايدر. المهم راح اوريكم كيف تقدرون تستخدمونه، كثير سهل. تحطوه بس زي كذا زي ما انتم شايفين، وكمان تحدوا حتى المساحه. شوفوا هذا هو الطول. لما مثلا عندك ادراج، الادراج صغيره حجمها صغير، تقدرين تتحكمين بهالطريقه زي ما انتم شايفين. اتس اميزنج، انا اي لاف ات. وممكن كمان تستخدموه مو بس للملابس، تقدرون تستخدموه حتى للميك اب. خلينا نقول مثلا عندك باليتات في جهه واحده، وفي عندك فاونديشن في الجهه الثانيه، عندك برونزرز الى اخره. تقدرون تستخدمونه لكثير من الاشياء. انا اي لاف ات، كثير حبيت وقررت انه اجيب اتوقع 5 أو 6، لانه في عندي كركبة عجيبة في كل ادراج. طبعا انا لسه ما وريتكمش الادراج، مخبية كل شيء، بس مخبية لاني كنت بستنى هذه الاشياء توصلني. ترى خامس منتج والاخير هو هذا. اجان هو للميك اب. هذا عن جد الكواليتي، يعني كواليتي البلاستيك احسن من هذا ككواليتي للبلاستيك. هذا الكواليتي تبعه كثير حلوه. anyway شوفوا هذه جبتها عشان احط فيها، يمكن احط فيها البلاش والهايلايتر، احطهم. واجان جبت بس واحده. المهم راح اجيب، اتوقع اجيب اكثر من واحده، بس المهم حبيت بس اجرب الاول واشوف يعني اذا الكواليتي حلوه، اذا مو حلوه فالحين عرفت انه الكواليتي حلوه فراح اجيب واحده ثانيه. سو يا اي لاف ات. راح اوريكم شكل كل هذه الاشياء بالفيديو. فا anyways هذا كان الفيديو لهذا اليوم. اتمنى يعجبكم حبايبي. بليز لو عجبكم لايك 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 للفيديو، وكمان ما تنسوا تشتركوا بالقناه. اشوفكم في الفيديوهات الجايه. I love you. باي.